بتتفرج على ده. منى الشاذلي، شفت اخواتي وهم ميتين، دم الناس دي مش هيروح هدر. اي حد هيفرط في دم الناس دي هو خاين. اي حد هيفرط في دم اي واحد ما يضحى بحياته عشان بلده هيبقى خاين. البلد دي انا من زمان، بقول ان البلد دي بلدنا، كل واحد فينا ليه حق فيها. انت ليك صوت في البلد دي، ودلوقتي الوقت اللي لازم كلنا ناخد حقنا. احنا هناخد حقنا، حتى لو حقنا ده هناخده عشان ولادنا نموت احنا شويه. انا عايز اقول لكل الناس، مطالبكم هي مطالبي، مطالبكم كلكم هي مطالبي. ماشي اخش في ناس قدامي، مطالبكم هي مطالبي. وتنحي الرئيس، بقى مطلبنا كلنا دلوقتي. ارحل 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 ارحل. انا عايز اقول، لي سنتين اخرج هنا، لسه افرض عليك. أنا عايز أقول رسالتين. الرسالة الأولانية، أنا قلتها امبارح وأنا بعيط، النهارده مش هقولها وأنا بعيط. إحنا مالناش ذنب في أي واحد مات. حتى الظباط اللي ماتوا إحنا مالناش فيهم ذنب، حتى العساكر اللي ماتوا إحنا مالناش فيهم ذنب. ده ذنب كل واحد سرق الباب وقرر إنه ما يفرطش بالكرسي بتاعه حتى لو على ثمن الناس الأبرياء. الرسالة التانية ده مش وقت تصفيات حسابات، ده مش وقت مكاسب شخصية، ده مش وقت فرض أفكار ولا أحزاب ولا أيديولوجيات. ده وقت كلنا نقول فيه كلمة واحدة بس: مصر فوق الجميع. انا بس بعتذر منكم، انا والله تعبان جدا. احنا النهارده اللي بنفرد صوتنا. من 8 شهور كنت بقول احنا اقوى، والنهارده بقول لكم انا شفت ان احنا اقوى. انا كنت امبارح قبل وانا مروح مقابل وزير الداخليه، انا كنت فخور بيكم وانا بقابل وزير الداخليه، لان هو كان بيكلمني مش كواحد شاب صغير اهون يديله اوامر، كان بيكلمني ند لند. وزير الداخليه الجديد كان بيكلمني ند لند، وانا وصلت لكم رسالتي، احنا شباب مش تافه. انا بحب الفيسبوك قوي، بس اغلب الناس دي هي شباب الفيسبوك، واغلب الناس دي هي شباب مصر. واحنا مش هنستسلم ومش هنقف عن مطالبنا الا لما مطلبنا دلوقتي يتحقق. مطلبنا دلوقتي بنقول الرئيس كفايه اللي ماتوا يا ريس، كفايه عليك كده.